السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في الجزء الثالث من درس المعادلات والموجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا لدينا المعادلة x زائد 3 تساوي 7. إذا الهدف هو نقلبوا على x. إذا عندنا زائد 3، إذا كنحيدوا هاد زائد 3، كتخلصوا منها، كنديوها للطرف الثاني، يعني كنضيفوا المقابل ديالها الطرف الثاني. إذا كترجع ناقص 3 زائد 7، إذا تساوي 4. إذا حل هذه المعادلة هو العدد 4، أو لا كنقولوا 4 هو حل هذه المعادلة. إذا هذه المعادلة لها حل وحيد هو العدد 4. نشوفوا دابا المعادلة الثانية. إذا في المعادلات دائما كنجمع المجاهيل في طرف والأعداد المعلومة في طرف. إذا عندنا إكس، عندنا هنا إكس في الطرف الثاني، إذا كنديها للطرف الأول. إذا حنا قلنا ملي كنحيد واحد الحد كنضيف المقابل ديالو في الطرف الآخر. إذا حيدنا إكس خصني نضيف المقابل ديالها اللي هي ناقص إكس. إذا كانت عندنا زائد إكس، غادي نضيفو ناقص إكس للطرف الأول وغادي نحيدو إكس. إذا غيبقى لينا في الطرف الثاني فقط ناقص 5. إذا إكس ناقص إكس تساوي 0. إذا 0 تساوي ناقص 5. 0 تساوي ناقص 5 بطبيعة الحال غير ممكن أن 0 يساوي لنا ناقص 5، وبالتالي في هذه الحالة كنقول بأن المعادلة ليس لها حل. إذا هذه المعادلة ليس لها حل، يعني ما غادي نلقى حتى شي إكس اللي يمكن لها تحقق لنا هذه المعادلة هذه. إذا دائما ملي كنلقى واحد المتساويات، يعني عدد كيساوي لنا عدد وكيكون يعني المتساوية مستحيلة، مثلا 5 كيساوي لنا 7 أو شي حاجة من هذا القبيل، فالمعادلة ليس لها حل. الحالة الموالية عندنا جوج إكس ناقص 1 كتساوي لنا جوج إكس ناقص 1. إذا دائما كنبداو بتجميع الأعداد المجهولة في طرف والأعداد المعلومة في طرف. إذا عندنا جوج إكس، عندنا جوج إكس في الطرف الثاني، إذا غادي نديها للطرف الأول، إذا غادي نضيف المقابل ديالها. إذا عندنا كذلك ناقص 1 في الطرف الأول، إذا غنديها للطرف الثاني غادي نضيف المقابل ديالها اللي هي 1، وغتبقى لي ناقص 1. إذا جوج إكس ناقص جوج إكس هي 0، 1 ناقص 1 هي 0، وبالتالي لقينا 0 كتساوي 0، وبطبيعة الحال هذه ممكنة. إذا 0 كتساوي 0. إذا شنو كنقول في هذه الحالة؟ المعادلة أو لجميع الأعداد، جميع الأعداد الحقيقية حلا لهذه المعادلة. إذا هنا لو عودت إكس بأي عدد فقد تلقى المعادلة محققة. إذا دائما ممكن تلقى 0 كتساوي 0 أو 5 كتساوي 5 أو يعني عدد كيساوي نفسه، راه كيكون جميع الأعداد الحقيقية حلا لهذه المعادلة. إلا لقينا التساوي ديال عددان يعني غير متساويان، مثلا 5 كتساوي 6 أو 7 كتساوي 9 أو شي حاجة، كتكون المعادلة ليس لها حل. وبطبيعة الحال في الحالة الأولى فكنلقى إكس كتساوي لنا عدد. في هذه الحالة كيكون عندنا المعادلة تقبل حلا وحيدا. نشوفوا دابا أمثلة. عندنا 5 عامل إكس ناقص 3 تساوي 3. إذا غادي نحلوا هذه المعادلة هذه. ملي كيكون عندنا أقواس فأول حاجة كندير هي كنحيد الأقواس، إذا كنديروا النشر. إذا هنا غادي ننشر. إذا 5 في إكس هي 5 إكس، وخمسة في ناقص 3 هي ناقص 15 تساوي 3. الآن أول حاجة كندير هي الأعداد المعلومة، خصني نديها في الطرف الثاني، يعني كنجمع الأعداد المجهولة في الطرف الأول والأعداد المعلومة في الطرف الثاني. إذا في هذه المعادلة عندنا 5 إكس عدد مجهول، وعندنا ناقص 15، دائما الأعداد نقراوه بالإشارة ديالو. عندنا زائد 5 إكس، وهنا عندنا ناقص 15، هنا عندنا 3، إذا ناقص 15 نديها للطرف الثاني، إذا غتولي عندنا 5 إكس، إذا حيدنا ناقص 15 في الطرف الأول، إذا كنضيفو المقابل ديالها اللي هو 15. إذا 15 زائد
ثلاثة 18 خمسة إكس. إذا إحنا عندنا خمسة إكس إذا خصني نتخلص من خمسة، إحنا عندنا جداء دائما كيكون عندنا الجداء كنضربو في المقلوب ديال الأعداد. إذا إكس تساوي 18 في واحد على خمسة، أو لكن كنقسم على العدد يعني 18 على خمسة. إذا 18 على خمسة هو حل لهذه المعادلة. في الحالة الموالية نفس الفكرة، دائما عندنا أقواس، إذا خصني نحيد الأقواس يعني ننشر. إذا 3 إكس ناقص 7 تساوي ماذا؟ إذا كننشرو 3 في إكس، 3 إكس، 3 في ناقص 1 هي ناقص 3. الخطوة الموالية تجميع الأعداد المعلومة في الطرف والأعداد المجهولة في الطرف. إذا 3 إكس، إذا عندنا 3 إكس في الطرف الثاني خصني نديها للطرف الأول. إذا كنقلب كنبدلها الإشارة، غنديرلها المقابل ديالها اللي هو ناقص 3 إكس. ناقص 7 إكس كنديوها للطرف الثاني غترجع 7، أولا ناقص 7 غترجع 7. ناقص 3، إذا 3 إكس ناقص 3 إكس 0، 7 ناقص 3 تساوي 4. إذا لقينا 0 تساوي 4، هنا غير ممكن. إذا المعادلة ليس لها حل. الحالة المولية عندنا 3 إكس، 3 عامل إكس ناقص 1 ناقص إكس تساوي 2 إكس. إذا عندنا أقواس، إذا نحيد الأقواس بالنشر. إذا 3 في إكس هي 3 إكس، و 3 في ناقص 1 هي ناقص 3. ناقص إكس تساوي 2 إكس. إذا الخطوة المولية كنبسطو الكتابة، يعني كنحاول نجمع الأعداد اللي يمكن لي نجمعها. مثلا هنا عندنا 3 إكس ناقص إكس هي 2 إكس، ناقص 3 تساوي 2 إكس. هنا خصني ننتبه دائما، كاين بعض الأخطاء كاين اللي كيبقى يجمع الأعداد المعلومة مع المجهولة. 3 زائد إكس يقول لك هي 4 إكس. إذا هنا راه مايمكنش نجمع عدد معلوم مع عدد مجهول. إذا كيمكن لي نجمع العدد مجهول مع عدد مجهول، إكس مثلا مع 2 إكس. إكس هنا راه هي 1 إكس تساوي 3 إكس. إذا الخطوة الموالية في المعادلة هي تجميع الأعداد المجهولة في طرف والمعلومة في طرف. إذا عندنا 2 إكس، عندنا 2 إكس كنديوها للطرف الأول، إذا كنديرو المقابل ديالها وناقص 3 غتمشي للطرف الثاني، إذا غترجع 3. 2 إكس ناقص 2 إكس 0 تساوي 3. إذا 0 تساوي 3، المعادلة ليس لها حل.